السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقائي متابعي القناة. اليوم راح نشرح طريقة فحص الموسفت، هذا الموسفت أو الترانزستور، هذا اللي موجود بداخل اليو بي اس مال الشحن اللي نستخدمه يخرج لنا 220 فولت، أما نستخدمه الحاسبات أو نستخدمه المنازل أو نستخدمه بأي شيء. لكن بعض الإخوان المبتدئين اللي يحاولون يفحصون الموسفت هذا اللي موجود بداخل اليو بي اس صعوبة عندهم، ما يعرف ياهل المحترق بيهن وياهل اللي يشتغل. فأول شيء هو أول شيء تبادر بيه تفتح الموسفت من الطابلة، يعني تفصل الكهرباء وتطلع الموسفت، تفتح البرغي ماله هذا وتسحبه، تسلط حرارة، يا إما تكون حرارة نار سريعة من مسدس نار هذا على الطابلة، وبسرعة لازم ما تأخر بيه، رأسا بالشكل هذا وتسحب الموسفت، او بالكاوية. اذا بالكاوية تخلي الكاوية على 3 اطراف وبقت واحد بهذا الشكل، واذا تريد طرف طرف تخلي وتنظف الفرشة هالشكل وتنكت السولدر الموجود على الطبلة. بعدها راح تسحب الموسفت بهذا الشكل وتفحص الاطراف مالته بالفحص اللي هسه راح تشوفونه. هذا هو موسفت التقطيع هذا، اما اللي بجانبه فهو ال 12 فولت، منظم ال 12 فولت، هذا ما راح ينحسب، هذا اللي مكتوب عليه 7812، الرمز الاخير 12 هو اللي يرمز الفولت. هاي الموسفتات اللي راح نجري عليها الفحص، وهاي القطعة الثانية بنفس القيمة، كلهم مشابهات، نفس الشركة ونفس القيمة. اما طريقة الفحص فهي كالاتي، نستخدم هذا المصباح مال السيارة 12 فولت، واحد من اطرافه نوصله على البطارية والجهة الثانية اللي هي راح نفحص بها. هذا فقط هو مصباح للحماية، يمتص اذا صار عندنا دمج او مشكلة حتى ما يصير عندنا انفجار بالموسفت ويسوي لنا مشكلة. فالبطارية 12 فولت، مهما يكون الامبير مالها هو نفس الشيء، ماكو ما عندنا اي مشكلة بيه، المهم هي تعطينا 12 فولت حتى نقيس بها الموسفت. وراح نستخدم سلك مثل هذا، نخلي واحد من الاطراف مالته على البطارية على السالب والجهة الثانية نركبها على المصباح بهذا الشكل، يعني من نشتغل اكو عندنا فتشي يمتص الدمج، بس مجرد هذا للفحص. بعد ما كملنا الواير هذا اللي باعتبار هو سيريز عندنا، راح شو نستخدم؟ راح نستخدم هاي الفيش، هاي النوع اللي بيها 3 مداخل، هاي على مود تركب لنا مباشرة على الموسفت بدون أي مشكلة بهذا الشكل. والشيء الآخر اللي راح نحتاجه ونستخدمه أيضا هو مصباح 3 واط، هذا 3 واط، هذا يستخدم داخل الدشبول مال السيارة أو الستوتة أو الدراجة، يعني يصير بالدشبول دائما، يكون الصرفية مالته جدا قليلة، هي من 2 إلى 3 واط. أول شيء راح أربط الطرف مال المصباح ويا السالب بهذا الشكل، وأعوفه بعد مال الشغل بيه. ثاني شيء راح أستخدم هاي الفيشة، هذا المقبس. هسه راح أربط المصباح هذا على الجهة اليمين اللي راح نربطها على الموسفت، هاي جهة الأميتر بهذا الشكل، أربط على الأميتر وأغلفه بهذا الشكل حتى نقدر نفحص براحتنا بدون ما يصير عندنا أي دمج. وهذا الكوليكتور راح أربط عليه الموجب اللي هو بالمنتصف، يصير هنا بهذا الشكل، يعني راح نربط السالب يمر على المصباح ويدخل على الاميتر مال الموسفت هاي الجهة ويتركب بهذا الشكل، والموجب راح يروح على الكوليكتور اللي بالنص. يبقى عندنا اليسار هذا،
اللي هو البيس. هذا إذا أخذناه وخليناه على السالب راح يبقى طافي، الإشارة مالته تطفى، وإذا خلينا على الموجب راح يشتغل المصباح. يعني هذا الموسفت كل شيء ما بيه يشتغل بهذا الشكل. إذا أعطيه سالب راح يطفى، وإذا أعطيه موجب راح يشتغل المصباح. يعني شنو؟ يعني الموسفت هذا يشتغل، نركب على الموسفت الثاني اللي بصفه. هذا اشتغل، قبل اشتغل، نعطيه يسوي لنا دمج، نعطيه موجب يبقى مشتغل، نعطيه سالب يسوي دمج. إذن هذا الموسفت عاطل الثاني، هذا اللي بصفه. لكن الموسفت اللي قبله هذا اللي فحصناه هو موسفت شغال كل شيء ما بيه، اللي هو وظيفته التقطيع. لما نعطي سالب يطفى. إذن هذا اشتغل. نفحص المجموعة الثانية. نعطي كهرباء ونعطي البوابة اللي هي هاي البوابة اللي تنظم مرور الإلكترونات منها، نعطيها سالب. صار عندنا دمج. إذن أكو عطل عندنا بهذا الموسفت. نركب على الموسفت الثاني اللي بصفه. اشتغل قلوب. نعطي سالب طفى. نعطي موجب فتحنا البوابة وشغل مصباح. يعني الموسفت هذا اللي بالنص هو شغال وهذا الموسفت عاطل. وإذا تلاحظون هي نفس الموسفتات هاياها، بس الفرق انه هذا عاطل وهذا يشتغل. وهاي الأرقام اللي موجودة إذا تلاحظونها، نفس الموسفتات ونفس الوظيفة ونفس الشركة ونفس التصميم ونفس الأرقام، لكن الفرق هو أن هذا عاطل وهذا يشتغل. فبهذه الطريقة احنا قدرنا نفحص الموسفتات بدون ما نعطلها، ونفحصها فحص أكيد وما بي أي إشكال أو مشكلة. وأفضل طريقة الفحص هي هاي، أنك تطلع الموسفت لبرا وتفحصه وبعدين ترجع. وكلكم تعرفون أن وظيفة هذا الموسفت هي تقطيع الإشارة، تقطيعها بهذا الشكل. يعني ظل تقطع تفتح وتسد بعد ما تمر على التايمر اللي موجود بالطبلة ويقطع لنا الإشارة ويمرها على شكل هرتزية الملف. إن شاء الله تكونوا استفادتوا من هذه الطريقة مالت الفحص. أي سؤال بالتعليقات، وشكرا لكم للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.